مستقبل القريب والبعيد. إن الورشة أو إن هذه الورشة جاءت للتعريف بالمؤتمر العلمي الدولي الأول حول المجال البحري في ليبيا من خلال التأكيد على أهمية قطاع النقل البحري ودور القوات البحرية في وقت السلم ودور الأكاديميات ومراكز البحوث العلمية. في صدد الورشة للإعداد للمؤتمر. الورشة محورها اقتصادية وصناعية وقانونية. لا يخفاكم الأمر أن الضفرة الصناعية احنا أصبحنا مستوردين، وللأسف لا نتمكن حتى صيانة المعدات المالية. لذلك فكرنا الجانب العسكري في المجال البحري، الجانب العسكري والجانب المدني، نلتهم مع المؤسسات العلمية والمؤسسات البحثية، نمد إيدينا لهؤلاء العلماء لنصلوا إلى صناعة بحرية تفتح آفاق الصناعات البحرية الواسعة، تفتح آفاق لأبنائنا في الصناعات، وكذلك يمكن أنها تكون رافد بعد الاكتفاء ذاتيا، أنها تكون رافد صناعي في الاقتصاد الليبي. طبعا ورشة العمل اليوم تتحدث عن المجال البحري، التحديات وآفاق المستقبل وأهمية هذا المجال في الدولة. طبعا الموضوع كان فني تم فيها، ولكن ما تنفذش. حضرت لنا اللجنة اللي هي كانت بتبني هذا الموضوع، وتحدثنا وتناقشنا في عدة اجتماعات، وتبنينا احنا الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بنغازي هذا الورشة. وحاليا هذه الورشة هي انطلاق لمؤتمر إن شاء الله. طبعا احنا نعلم أهمية المجال البحري من الناحية الاقتصادية والناحية العلمية والعسكرية وما يشكله، ولا يقل الأهمية عن النفط والغاز من ناحية الثروات. وإذا استغل هذا المجال في الدولة قد يكون له عائد كبير وإيرادات كبيرة من ناحية المواني ومن ناحية النقل البحري وغيره من الثروات السمكية وغيره. وهذا هو بالنسبة لنا احنا اليوم انطلاق اليوم الأول لهذه الورشة. ينقل حوالي ما بين 80 إلى 90% من التجارة العالمية حسب ما تفيد البيانات، وبالتالي التجارة العالمية طبعا هي مهمة جدا جدا بالنسبة لاقتصاديات كل البلدان. بدون تجارة لا يستطيع أي بلد الوصول إلى مستوى الرفاهية الاقتصادية اللي هو يتحصل عليها، حتى بالنسبة للدول الكبيرة جدا يعني حتى أمريكا ولا الصين ولا غيرها. بدون التجارة العالمية لا يستطيع الوصول إلى مستوى الدخل الذي هو عليه الآن. ومن أهم دور في هذه الورشة هو توضيح